هو خدام. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، عدنا اليكم في بث جديد من مدينة أكادير وبالضبط من منطقة طنجة مع قصة أغرب من الخيال. الشخص المثيل أمامنا حي أو ميت بطبيعة الحال، يعني هذا الشخص اللي كيقول حسب اللسان ديالو بأن يعني خرجت ليه جريمة وتفاجئ بأن أحد الأشخاص يعني خداها ليه وداروا هو في الوراق يعني ميت، لكنه كيتفاجئ ايضا بان هاد الجريمه اللي خدام بها هاد الشخص يعني كتجيه الضريبه عليها باش يخلصها، رغم انه دايرينو في الوراق بانه ميت رغم انه حي. يعني قصه مليئه بالاسرار والالغاز المثيره، فصدق او لا تصدق اغرب و ربما اغرب قضيه بالمغرب غادي تسمعوها اخواني الكرام اليوم. فغادي نخليو هذا الشخص انه يحكي لنا باللسان ديالو يعني كيفاش حصل على هذه الجريمه وكيفاش لقى راسو بانه ميت رغم انه حي. تفضل. التي تندو لك الدابة. سير تفضل. السميه ديالك؟ اسيدي بارود العربي. السي العربي عاود لينا شنو القضيه ديالك؟ انا سيدي لا طول عمرك انا سيدي المرسول خرجت لي الكريمة عطاتها مرسول الأميرة الجليلة لالا مريم الله ينصرها وينصر سيدنا دوكا شي غادي ب 16 عام دوكا يعني خرجت لي الكريمة خرجت لي الكريمة باش يعطوها ليا وعلاش ما شديتيهاش؟ انا سيدي جاوني ورق حتى للدار جاوني ورق حتى للدار جابوا لي الفاكتور قال يلاه كارت ديالك عطيتو لاكارت ديالي قيدني حتى قيدني كلشي قال لها جوك لي جوندارم واحد السيمانه ولا زوج سيمانات جاو لي جوندارم ما لقاوني لقاوني سيدي انا في الحبس واحد الشهر ضربوا جرح جاو عند امي قالوا ليها نهار يخرجوا الولد ديالك يجي عندنا العماله نعطوا الكريمه ديالو يقبدها بالعز الكريمه ديالو ما كاين فين تمشي هي مخبيه عندنا نهار سيدي نمشيت عندهم قالوا لي هاد الناس فين تعرفتي على الاميره ثم سيدي عطاتها لي غير صدقه الله ينصرها وينصر سيدنا وعيش الملك هاد الناس ما تقوش بيا هاد الناس قالوا لي قول وعاود قول وعاود قول كيفاش عطاتها لك عاودت لهم الحكايه ديالي عطاتها لي غير صدقه قال لك لا ما يمكنش تعطيها لك صدقه انت قلت لي شي حاجه ثم سيدي اسيدي اش غادي نقول لها ما عندي اخويا ما نقول لها هادي عطاتها لي صدقه الله ينصرها يعني ما شديتهاش اسيدي دوكا الكريمه خدامه خدامه سيدي في اكادير الكريمه انا سيدي داروني ميت وانا مازال حي ورزق انا حي ورزق يعني في الورق شكون اللي دارك ميت اسيدي العماله لا شكون يعني مسؤولين ديال العماله بلا ما سميتو بلا ما تذكر الله يرحم لك ايه داروك في الوراق ميت باش عرفتي انت بلي راه داروك في الوراق ميت راه عندي كلشي الوراق ديالها عندي الوراق داروا انا ميت وانا عندي الوراق ووريتهم ليهم عاودوا وريتهم ليهم قالوا لي نديروا ليك ونفعلوا ليك وعطوني كاع الفلوس والفلوس اسيدي انا ما بغيتها ديالهم قلت لهم دروك انا عطوني غير الكريمه باش نعيش انا سيدي معطر انا كناكل خويا على الدواء كناكل سيدي انا على الفنيد ما عندي لا اب ما عندي لا ام عندي بنيه صغيره سيدنا الله ينصرو ونصر الأميرة عطاتني كريمة باش نعيش بها هما سيدي راه داوها ليا هاد كريمة ذكر سيدي هما بريصهم كيدبزو عليها وهما بريصهم بغاوها كيقول لك شري العمالة شري سيدي للمحكمة شري هاد البيرو شري هاد البيرو هاد الناس حمقوني ما عرفتش اسيدي فين غنمشي نمشي لهاد البيرو ولا نمشي لهاد البيرو ما عرفتش اسيدي باقي اش غندير انا واحد انسان ضعيف ما عندي باش ندير اسيدي حتى المحامي شنو كدير دابا خويا انا خويا كنبيع الطيطاي هات نبيع خويا الطيطاي كان صبر 600 800 انا مريحه في المارشي كنبيع الطيطاي ولكن اسيدي هاد الناس هادو كنطلب منهم يعطوني هاد الكريمه ديالي اللي عطاني سيدنا الله ينصرو وطول عمرو وطول عمر سيدنا وعيش الملك وهاد الناس اسيدي راهم يعني انت دابا في الورق ميت انا داريني اخي ميت داريني ميت وانا مازال حي والكريمه خدامه
هاد الناس ما بيعطوني كريمه، راه 16 عام دروك وانا متابعهم. 16 عام وانت كتمشي وتجي؟ وانا كنمشي ونجي، راه كاع هرسوني هرسوني. واد الناس كنطلب انا دروك سيدي يعطوني غير الكريمه، ما بغيت لا تعويض، ما بغيت لا فلوسها، ما بغيت والو، يعطوني غير الكريمه باش نعيش. راه ما عندي لا اب قلت لهم لا ام. هاد الناس يا سيدي انا غادي يتيم وعندي بنيه صغيره، وانا راني باه عمراني وكنعاودها، راني باه عمراني انا صحراوي سيدي. هاد الناس ما بيعطوني هاد الكريمه ديالي. سيدنا الله ينصرو ونصر الاميره والله يطول عمرها، توقف معايا ويوقفوا معايا كاع الحباب. هاد الناس يعطوني غير الكريمه ديالي، تنقولها ونعاود نقولها ونعاود نقولها، حتى تاكي ما عندي الفلوس باش نمشي بها، كنمشي ونجي كنمشي ونجي. هاد الناس اسيدي ما بيديروا معايا حتى شي حل، هاد الناس ما بيديروا معايا حتى شي حل. التاكسي دروكا راه خدامه، بلا ما تقول النمره ديالها. هاد التاكسي خدامه دروكا، يعني كترولي كترولي فهمتي. وباش خدامه التاكسي بالاسم ديالي سيدي، بالاسم ما كنستافد منها سيدي والو، ما كيعطوني ريال. هيا تمشي هنا تمشي هنا تمشي هنا، وانا يا سيدي ما كان اللي كيقول لها شي حاجه، ما كان اللي تسوق لها التاكسي. عييت ما نغوت، عييت ما نهرس، عييت ما نغوت، عييت ما نهرس فيها، عييت ما نهرس فيها. هاد الناس اسيدي في التاكسي، ولكن بالاسم ديالي عييت ما نهرس فيها. ما بيع اسيدي انا صافي انا خويا، ما بقى فيا الحال. كنشوف التاكسي كدوز من حدايا وكتعاود تدوز من حدايا، الناس ما بغيش يوقفوا معايا، ما بغيش يوقفوا معايا. ولكن ما عندكش الحق انك تهرس الممتلكات ديال الغير اسيدي. ولا ماشي ديالي، قلت لهم انا نمشي حتى ب 20 عام ديال الحبس، ولا ما كانت هاد الكريمه ديالي نمشي ب 20 عام ديال الحبس وانتم ديوها. انا هاد الناس اللي خدامين بها يوقفوا معايا في المحكمه ويحضروا معايا، ديالهم يدوها، كان ديالي يعطوها ليا، ولا ماشي ديالي نمشي انا كاع فين نتربى. كيف باش عرفتي راه هذيك الكريمه ديالي؟ راه عندي اوراقها سيدي، راه عندي اوراق ديالها، جاو لي من عند سيدنا ومن عند الاميره الله ينصرها. يعني من معاق؟ اي سيدي عطتها لي الله ينصرها وينصر سيدنا. اي سيدي عندي اوراقي، كناكل اخويا الدواء. رسالتك الاخيره للمسؤولين شنو كطلب؟ انا كنطلب اخويا نابل كريمه يعطوها لي، انا ما بيت منهم حتى شي حاجه اخرى، كنطلبها حقي، يعطوني غير الكريمه ديالي. واش كتجيك انت هذه القضيه انك ميت وحي؟ اسيدي انا ما انا دغيا براسي ما فهم، داروني ميت عاود داروني حي. هاد الناس كيدو فيا كيجيبو فيا، هنديرو ليك هنفعلو ليك شي حاجه، ما داروها ليا ما عطوني حتى شي حاجه. عندك كطلب من الناس المحسنين ومن الناس اللي كيشوفوا فيا ويعاودوا يشوفوا يقفوا معايا، والله ينصر سيدنا وعيسى الملك. هاد الناس يقفوا معايا، يعطوني هاد الناس غير الكريمه ديالي، يعطوني غير الكريمه ديالي. الضبوعه الضبوعه غادي يهرسوني، الضبوعه غادي يهرسوني الا مشيت ليها.